طيب بدي اسال سؤال، هلا انتو كثير يعني كيف قدرتي او قرار انك انت عن جد تصيري تقريبا فول تايم مام؟ اوكي، كان طالع منك انت ولا مثلا مصطفى حكى عليك انه شو رايك نخفف من السوشيال ميديا ونركز على اولادنا؟ لا هو يقول لك بقى الحقيقه. يلا يا مصطفى قول. لما تيجي حطيت له يرد هو. لا بالعكس، انا خالص يعني بالنسبه لي السوشيال ميديا او الكونتنت بتاعها انا بشجعها ان هي تزوده، مش تقلله او يبقى ليميتد. اه طبعا، بس انا عايز الحقيقه ساعات كده ما بتزهقش تقول لها نزلي بقى الكاميرا دي بقى زهقت بقى؟ يعني انا كان بيتقال لي كده. انا ما بفتحش كتير عشان يجي ينزليها، بالعكس هو بيقول لي انت يعني مش اكتف ليه. ما انت في فتره اختفيتي كده هو ساعه الترانزيشن بين الشخص العادي والام. بالظبط. اه فانا قصدي قبل بقى ده لما كانت بقى بلوجر ساعتها اجريسيف وبتنزل كتير وعامله كده، كنتش بتزهق في الاول؟ لا لا خالص، بالعكس ده هي اثرت عليا يعني مش العكس. بقيت انت كمان بلوجر؟ اه يعني مش بلوجر، ما انا بلوجر بس يعني بسبورت مروه. اه بس يعني هذا جدا شيء مهم صراحه. طب انت ما فكرت انه انت تصير بلوجر زيها؟ هلا انت عندك فولورز مناح كمان ما شاء الله. اه يس، بس بصراحه لا ما بتنزل كونتنت. ما حسيتش يعني ما بتحبش يعني تصنع محتوى؟ يمكن ما عنديش كونتنت اقدمه شويه تبقى الناس. ليه ده عن هندسه في كونتنت كتير وعن العقارات. خناقاتنا كونتنت دي اكتر حاجه ممكن تنزل. طب انتوا ليه ما عملتوش قبل كده حاجه محتوى عن الخناقات بتاعتكم زي ما بتوروا الناس الحلو؟ وروهم كمان بقى الحياه الحقيقيه. ما انا بقول لك هي مش يعني بتبقى خناقات يعني اللي هو يعني وفروا عليكم المحتوى ده، احنا عملوه هنا اهو، نعمل لكم احنا المحتوى ده. اوكي طب خلاص احنا بنتخانق كل يوم كل يوم. طيب خلينا نيجي هلا للاولاد. يعني هلا كثير انت مروه بتنزلي فيديوز مع اولادك وكذا، ومرات بيكون معك مصطفى ومرات ما بيكون معك. يعني هل الشيء بيكون هذا برضه زي ما انت عفويه؟ هل بيكون فيديوهاتك عفويه ولا مثلا بيجي يا مصطفى امسك يوسف شويه، يا مصطفى امسك يعني، ولا خلص تلقائي عم بيطلع معك الفيديوز؟ كلها تلقائي خلاص، اصلا يعني هو ده يومنا. اوكي، فانا بصور يومنا يعني ببقى قاعده كده هو بيلعب يوسف، راح مطلع الكاميرا مصوره. اوكي عمر قاعد بيلعب ويوسف قاعد بيلعب، ويوسف عمال بقى بيقول لي بقى الحاجات اللي يعرفها ومش عارف، فراح فاتح الكاميرا وقلت له يوسف طب بقى نتصور بقى، فبقى هو يمسك الموبايل لي مامي صوره مامي صوره يا حبيبي. فانا بصور يعني يومي عادي خالص بمنتهى التلقائيه، مش بقعد ولا برتب ولا بقعد بقى بلان بقى الاول هعمل ايه وهنزل كونتنت ايه وافكر واسيرش. وانا بقى اللي انت عندك سيرك في البيت اوريدي في محتوى شغال. اه والله هو شغال. اه بزعل فتحت الكاميرا على طول يوم عايزين بنغني وبنرقص وبنلعب ويلا يوسف بيبي شارك وكل الاغاني. هي بتدربهم عشان يطلعوا زيها بقى السوشيال ميديا برضه. طب انت ترضى ان اولادك يطلعوا انفلونسرز ولا لا؟ اه عادي ايه المشكله؟ مولودي عادي خالص. ايوه صح. بس لو كان عندك بنت. اه انا لو كان عندك بنوته. اه عادي المشكله عادي نفس الشيء ما دام بتقدم شيء كونتنت. هو مصطفى قال لي كده بدل ما الكونتنت تمام وخلاص اوكي يعني ده ما فيش حاجه. طب انا عايز اسالكم برضه سؤال، هل ندمتوا ان انتوا خلفتوا بدري؟ كنتوا عايزين تعيشوا حياتكم اكتر، تنططوا اكتر، تسافروا اكتر من غير مسؤوليه واطفال؟ قول الحقيقه. انا جاي اطلع منكم الحقيقه النهارده. اللي الناس ما بيشوفوش على السوشيال ميديا حسب اذا بيغلبوهم بحسوا انه يعني يا ريت طولنا شويه. عايز ازنقهم هم يجاوبوا. يلا صفنوا الاثنين قولوا الحقيقه. هو بصوا سكتوا معنا كده ان ايه مش متاكدين 100% انهم ما نموش. هي ملهاش رد يعني. اوقات واوقات هو كل حاجه ليها مميزات. نعمه الولاد دي ربنا ينعمها على كل الناس يا رب، واحلى حاجه في الدنيا. بس انا عايز بقى اللي هو الحقيقي اللي جوه خالص، كان نفسك تاجليها شويه؟ بص انا عامه مش بحب موضوع التاجيل يعني، كنت سايبها كده على ربنا. فعشان كده حتى انا اتجوزت 3 شهور وحملت ويوسف جه. هو انا مش ندم، في فرق بين الندم عشان انا ساعات كنت اقول ايه يعني لو كنا نستنى شويه ملحقه لو كنت استنيت شويه كنا على الاقل هنعرف نتسافر ونتحرك. بس طبعا نوي خلاص انا بيجي لي سفر، ما انا قلت لك بيجي لي سفر ما صح تلغيه بلغيه. طب ليه ما تعملوا هاني مون جديد كل الاولاد عند الحموات وتروحوا انتم مع بعض؟ عن جد لازم انتم لازم تاخذوا وقت لو سمحت. احنا كنا احكي لهم انا لما بنزل سوبر ماركت ايه اللي بيحصل. هم متعلقين قوي بمروه وبرضه مروه متعلقه بيهم يعني. حتى لو سافرنا وسبناهم هي كمان مش هتقدر. انتوا جايين لسه هترجعني والله تاني يوم. انا على فكره انا جايه لكم بجد والله. انا اليومين اللي فاتوا كنت بس بعيط. ليه بجد؟ لا من 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 تعلقهم بيا الزياده قوي قوي لدرجه ان انا بقيت بنزل فعلا فعلا للضروره القصوى. يعني عندي سيشن مثلا في كلينك رايحه انا خلصت كنت عايزه اروح اعدي على الماركت اجيب حاجات غلط. بكلم ماما انا سامع عمر بيصرخ. بسألك اشي صراحه ونصيحه، بيروح رامي نفسه عليا
يا حبيبي. بس اقول لك شيء حرام قوي. نصيحه عن جد والله العظيم، يمكن هلا كثير انا صرت احكي مع بناتي، بس دائما شعرف مروه انا كانت بنتي الكبيره تاليا بس ولدتها عن جد عندها كان سيبريشن انكزايتي او يصير عندها خوف من خلينا نحكي الانفصال. هلا بالضبط هذيك المره عم بحكي لها بقول لها ماما هيك قعدتها بقول لها ماما تذكري لما كنت زمان كذا كذا كذا، بتقولي انا كان عندي اتاتشمنت بروبلمز، مشاكل مشاكل تعلق تعلق، فصفنت انه احنا مرات عن جد ترجو انت كل حاجه صفن عن جد انه ايش عم بيصير. فانت ما تغلطي غلطتي، بتعرفي ليه؟ لانه انا بامن بمقوله اولادكم ليسوا. انا بنصح دلوقتي انا يعني طلعت حتى اول مره كنت في حاجه دي هتبقى مهمه اقول لكم عليها يعني انا طول عمري عشان كده كده بصور كل حاجه بتلقائيه وعفويه، فهو الناس مش بيشوفوا غير ان انا وانا يوسف قاعد بيلعب بروح مصوراه، يوسف قاعد بيتكلم وبيغني وبيرقص وبيتنطط بصوره كده، فالناس ما بيشوفوش غير البوزيتيف انرجي بديها لهم وبصور كل حاجه كويسه. فبالعكس انا بتجيلي مسجز والله بجد انليميتد يقولوا لي انت بتسبورت اس في موضوع الامومه، عدد لا نهائي احنا نفسنا نكون زيك، احنا نفسنا نعمل زيك مع اولادنا. انت بتدي لان حسيت انك انا مسيطره. واحده تقول لي انت يعني مش واحده كتير يقول لي احنا عندنا بيبي بنفكر في التاني بسببك، بسبب ان احنا شايفينك. هم بيشوفوا نفسهم فيكي. طلعت بقى لما غصب عني تعبت اليومين اللي فاتوا اليومين اللي فاتوا بقى لما تعبت فعلا ومن كتر ما يوسف مامي قاعده عايزني اقعد، فمامي قاعده اقعدي مامي قاعده فقول مامي قاعده يوسف وعمر طبعا ماسك فيا ما فيش حاجه اسمها يشوطني حد يشيله. انا لازم اشيله، انت اللي لازم طبعا، بس ده غلط جدا. ما هو غلط بس انا يعني مش عارف يعني لسه هحاول اشوف اعالج الموضوع ازاي. فدلوقتي لقيت بقى مسجز كتير كده فطلعت قلت انفجرت بقى للناس. انا بنصح تابت. كل ام ما تعلقيش ولادك بيكي للحد ده كل حاجه ليها حدود. صح. خير الامور الوسط في كل حاجه في الدنيا. صح. انت عارفه كان في حلقه عن الموضوع ده هنا عندنا في البرنامج، كان في نوعين من الامهات. شفتها الام الباد مامي والجود مامي. فانت جود مامي بزياده ما انا بقول لك ولا كده ولا كده. أيوة. انا بالنسبه لي خير الامور الوسط، فكل حاجه ليها ليميت، فولا اسيبهم قوي وابقى قلبي جامد عليهم ولا اعلقهم بيا زياده عن اللزوم. طب دي فكره محتوى، ان انت تشوفي حل الموضوع ده وتبتدي تنفذيه وتبتدي تشاركي الناس رحلتك في انت ازاي نفذتي من التعلق الشديد للعادي مش للاهمال طبعا للاطفال. ممكن بس في صعب عليها رح تكون اكثر من الاولاد ولا لا؟ طبعا ما هي كمان نفسيا اتعلقت بيهم جامد. بس انا رجرجت اصلا الشيء هذا يعني تعلق مروه باولادها، انسى انه هم متعلقين فيها، تعلقها هي باولادها هل بياثر عليك؟ بتحس بياثر على علاقتكم؟ هل بتحس انه بعدتوا عن بعض، بطل لكم كواليتي تايم مع بعض لحالكم؟ خليك قول الصراحه. احكي الحقيقه. يلا قالت لك تسالي السؤال ده غريب. لا والله كواليتي تايم اللي هو وقت طبعا في تاثر، الاولاد طبعا عايزين اهتمام وعايزين وقت ومجهود، فيعني اكيد طبعا في تاثر اكيد. فانت حابب عم تدعمها بفكره انه هي تحاول تعالج موضوع خلينا نحكي التعلق الزائد عن اللزوم. هو الفكره ان التعلق الزياده عن اللزوم مش حلو ليها وليهم، يعني هم لما ينزلوا بعد كده المدرسه ويبداوا يتعاملوا في حياتهم لازم يقدروا يعتمدوا على نفسهم من غير مروه، وهي نفس الوقت لازم تهتم بقى بشغلها وبحياتها. صح، يبقى عندها وقت تعمل حاجات ثانيه. برافو عليك مصطفى عن جد، الله يخليك. انا مزاجك من الرجاله مشرف. انا عايز اسالك حاجه لانه ده دايما بيتسال الستات، اللي هو سؤال انه ايه اصعب حاجه في الخلفه؟ دايما الخلفه مرميه على الستات، اللي هو وجع طبعا الخلفه والولاده والحمل والحاجات دي وكل الحاجات، بس الراجل كمان بيعاني في موضوع الخلفه وتربيه الولاد. انا عايز اسالك بقى من وجهه نظرك كراجل. يعني اول حاجه طبعا المسؤوليه كراجل وشاب صغير. مش حد بص، هو برده في حاجه حابب اقولها، ان المشكله دايما في الخلفه في السن الصغير، بتبقى انت شايف نفسك لسه صغير بالظبط وعندك بقى مسؤوليه رهيبه. انا عيل هجيب عيال ازاي؟ حاجه كبيره قوي يعني عايز اقول لك الناس اللي ما بتبقاش عارفاني اصلا بتستغرب اذا انت ازاي اصلا متجوز ومخلف اثنين، ده يعني بتبقى بالزبط. مفاجاه كبيره ليك. انت عندك كام سنه؟ انا هكمل 30 قريب. بجد صغير جدا، اصغر مني كمان. هكمل 30 قريب. اذا انت جريئه انت تقولي سنك، انت عشان صغيره دلوقتي مش هعمل ليه 30؟ انا هكمل 30 بقى. بالظبط، مش هتقول بعد كده انت انا 32. طب ماشي، ما انت فارق يعني ايه؟ انا الحاجه بيناتكم دلوقتي. لا بس انا مش متجوز، هو عنده عيلين وهو اصغر مني، فعشان كده اتصدمت. اوكي ايوه فاهمه قصدك. ايوه نصيبك. انت كنت بتقول لي ايه اصعب حاجه في الخلفه؟ يعني ايه اللي حسيت بجد ان هو بقى ضاغط عليك جدا في موضوع ان انت يبقى عندك اطفال في السن ده؟ المسؤوليه طبعا. يعني دي اول حاجه واكبر حاجه. تربيتهم كمان مسؤوليه، ودايما برضو التفكير في المستقبل ليهم، يعني برضو بتبقى مش عايزهم يتعبوا، تحاول تسهل لهم الطريق دايما. الحاجات اللي انت مريت بيها مش عايزهم يمروا بيها طبعاً. وبعدين برضو
برضو يعني بتحاول بقى يعني اهلك طبعا ساعدوك وقفوا جنبك فانت لازم ترد كده مع اولادك صح يعني بتحاول طبعا تزود